ليست على سوريا فقط. هو العبارة الدقيقة محاولة إظهارها كمنصات. هذه العبارة اللي جت في الوسط وهي مهمة جدا. كانت فما محاولة إظهار تونس على أنها منصة إلى آخره. التصريح مهم جدا. ثم الكلمة راهو فيها من العمق الكثير. شو معناتها؟ معناها الفصل بين مرحلتين. بين مرحلة نعرف خصوصياتها شنية، واش كان الموقف الرسمي في علاقة بسوريا، وزايد نرجعوا تو الناس كل تعرف المؤتمر نتاع الأنصار واللي احتضنته تونس إلى آخره. معناها تونس وقتها رسميا اتخذت لها موقع في خضم الصراع اللي صاير في المنطقة، واللي سوريا بصرف النظر نحكموا على البعث ما نحكموش، مش وقت تقييمه، الوقت تو نتاع تنزيل الموقف في علاقة بالصراع الدائر معناتها في المنطقة بشكل عام. العلاقات بين تونس وسوريا تاريخيا اللي 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 معناتها يقيم موضوعيا يرجع تو نعرف انه القمح اللي كنا عايشين به قبل وكيفاش كنا عايشين. نحب نذكر اسمنا، وفما كانت رابطه وتعرفها الناس كل في تونس، خاصه النقابيين والتقدمين الى اخره. كان فما شخص اسمه محمد صالح الهرماسي، وكان مقرب جدا من النظام السوري، وكان يلعب دور الواسطه بين سوريا وتونس حتى في المساله هذه. ومش هذا برك، عش ما يمكن مصطفى عاش معي المرحله هذه، موجود حتى في النقابات لما كنا نختلف وكنا كاتحاد نلوج على موقع، وكان تاثير لسوريا نحب ولا نكره. نقاباتها كبيرات سيطرة بصرف النظر على قطع بالنظام. كان السيد هذا يتدخل من اجل تيسير برشا حاجات ومن اجل التخفيف مهام كان من الصراع والخروج بوحده. هذا التاريخ ما نجموش ننكره. نحكيه على التسفير، فماشي حد ما حكاش على التسفير. ناخذ فاصل شهري ونرجع لك سي عبيد مثالشة. تفضل. اي بدك بدلت المحور ومشيت للتسفير، ناخذ فاصل ونرجع لك مباشرة نعطيك الكلمة. اصبح هو رفمك ورفمك هو اصبح رفمك. رفمك من الليل الجمعة من 7 ل 9 ونص. خلي اصبحك كول، خلي اصبحك رفمك. ديوان فم صوتكم. لاكتواليتي واخر الاخبار تلقاوها معنا في كافي كريم. الرونديفو مع عفيف الغربي من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار. ديوان فم صوتكم. هنا آخر الأخبار والتطورات، هنا أهم الاستضافات. كالعادة كل نهار من اثنين للجمعة في هنا تونس من نص النهار للماضي ساعتين. هنا تونس مع معز بن غربية. مرحبا بكم من جديد في هنا تونس. مازلنا نحكي على لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بالرئيس السوري بشار الأسد. بعد قليل نحكي على هيثم مكي والياس الغربي اللي وقع استدعائهم اليوم لاستماعهم للجرجاني بسبب شكاية قدمت بها نقابة الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي. ضيوفنا سي عبيد البريكي، سي مصطفى بن أحمد، سي قيس الغربي. نرجع لك سي عبيد، كنت تحكي على التمييز بين الوقف الرسمي والوقف الشعبية، وصلت إلى التسفير. معناتها هو رغم أني ما نحبش نطول برشا رغم أهمية التصريح، الجانب الآخر المهم عندما يقول أظهروها، معناتها مش هكيك حقيقة، مش هذيك حقيقة تونس. والرجل يفصل بين الموقف الشعبي العام والموقف الرسمي. يقول لك اليوم رجعت الأمور لنصابها في تحليله، ومعناتها طموحات الشعب تكرست. وهذا فعلا على أرض الواقع توا بالرئيس لأي واحد في علاقة بسوريا، ما هي مواطن عادي، مش مزيزين، مزيزين مختلفين واختلاف طبيعي في التقييمات، لكن كل واحد عنده وجهة نظر. بالنسبة لعموم الشعب، سوريا قلب النابض كذا، وثم مقاومتها للداعش وصمودها، ورغم النكبات ما زالت واقفة. النكبات اللي فيها اللي سماها بيان سور الظلامية، وهذا مصطلح تقريبا متفقين فيه عمليا، معناتها يقول لك فما توجه ظلامي وفما توجه واحد آخر. حكى فيه على العروبي وحكى على حاجة أهم اسمها تونس، حاولوا يفرسوها قبل وسيتريز امبورتو مالجريسات. تونس قاعدة عربية، وتونس هذاك هو موقعها الطبيعي. هذا معني مسألة معناتها مهمة جدا في التصريح. والمسألة الأكثر أهمية، الرجل على استعداد أن نعمق التعاون الثنائي بيناتنا. آخر ملاحظة، راهو مش سوريا معناتها رجعت للعرب، راهو العرب رجعوا لسوريا في إطار توازنات أخرى ما نحلوهاش تو. الأمور قاعدة تتبدل،
القوى رواحهم في وضعية معناتها لابد من عودة سوريا للصف بحكم التحالفات وبحكم الوضع الجديد اللي نعيشوه وما زال متبلورش مليح. العرب رجعوا إلى سوريا ويمكن حتى من منطلقات مصالح بعض الحكومات العربية. خلينا من تونس لأنه الموقف هو موقف شعبي ديما نقول معناتها في علاقة بالتقييم. أنا أعتقد أنه مرحلة مهمة جدا والقمة الحالية مهمة جدا حتى بالنسبة لتونس. أي مش نحكيه عليها مش نحكيه بخلاف اللقاء بتبيع جدا بالنسبة لتونس لأنه فما مسائل يمكن الناقص في الدبلوماسية الدولية بحكم اعتبارات متعدة قد تكون فرصة لرئيس الدولة من خلال خطابه أولا ومن خلال لقاءاته الثنائية ثانيا أنه يتقدم في معالجة الوضع الاقتصادي الصعب اللي تعيشه.